بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة احنا بننظم مؤتمر صحفي علشان نعلن موقف القوى السياسية والمعتقلين من مؤسسة الرئاسة، من تجاه مؤسسة الرئاسة لمطلب الإفراج عن المعتقلين، وموقفنا من اللجنة اللي أمر الدكتور مرسي بتشكيلها. المؤتمر النهاردة هيبدأ ببيان هلقيه بعد شوية زميلنا أحمد دومة، بعد كده شهادات، بعد كده هنستقبل أسئلة الصحفيين. أحمد دومة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحرية لأبناء مصر أسرى سجون العسكر. الآن وفي الوقت الذي يطمئن فيه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الكيان الصهيونية بقوله أن السلام هو خيارنا الاستراتيجي، ويطمئن أيضا المجلس العسكري بوعده لهم بالتكريم وقوله للشرطة أنتم آباءنا وستظلون في مناصبكم، نجده يتجاهل تماما مطالب كل القوى الوطنية وأهالي المعتقلين بالإفراج عن أبنائهم، بل على العكس نجده يشكل لجنة لبحث مشكلة المعتقلين مكونة من هيئة القضاء العسكري التي قبضت عليهم وعذبتهم وسجنتهم، ومن الداخلية التي هي على عداوة مباشرة مع كل ما هو له علاقة بالثورة، ومن النائب العام الذي تسبب في تبرئة قتلة شهداء الثورة وكان يلفق التهم لمحمد مرسي نفسه. أولا، نحن نرفض تشكيل هذه اللجنة بهذه الكيفية، ونعتبر تشكيلها استهانة بالمصريين وثورتهم، وتقاعسا عن الاستجابة للمطالب المشروعة بالإفراج عن المعتقلين. نذكر الدكتور محمد مرسي بالوفاء بوعوده الانتخابية بالعفو الشامل عن كل المحاكمين عسكريا والمدنيين المحاكمين أمام القضاء المدني. نذكر الدكتور محمد مرسي بوعوده الانتخابية بالعفو الشامل عن كل المحاكمين عسكريا والمدنيين المحاكمين أمام القضاء المدني والذين وجهت لهم تهم سياسية مثل أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء ومسبيرو وثمانية إبريل وغيرهم. ونؤكد على أنه يستلزم ذلك تحديد جدول زمني عاجل لخروج المعتقلين، وبالطبع قبل هؤلاء المعتقلين لا يمكن أن ننسى أسرى موقعة أو ضباط 8 إبريل. وها قد صدر تصريح من رئيس هيئة القضاء العسكري عن المادة 74 من قانون العقوبات التي تتيح لرئيس الجمهورية حق إلغاء أي عقوبة أو تخفيفها أو تبديلها، وكذلك كل الآثار المترتبة عليها وعليه. فإننا نريد ردا واضحا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية على هذا التصريح، لنعرف هل هو رئيس بصلاحيات كاملة ومن حقه أو من صلاحياته الإفراج عن المعتقلين، أن الأمر لا زال في يد المجلس العسكري كما كان من قبل، كما تعلن القوى والمجموعات الموقعة أدناه عن عزمها القيام بخطوات تصعيدية لمواجهة هذا التجاهل، وأننا سننتظر ردا من مؤسسة الرئاسة والدكتور محمد مرسي في خلال فترة قوامها 5 أيام لبحث كيفية الرد عن هذه التساؤلات. ونريد أن نعرف هل هو رئيس لمصر بحق وسيفرج عن المعتقلين كما وعد، أم ماذا؟ الحرية لأسرى سجون العسكر وأبطال الثورة، لا المحاكمات العسكرية للمدنيين. القوى الموقعة أدناه، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، حركة شباب الثورة العربية، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب التيار المصري، الجبهة الحرة للتغيير السلمي، حركة المصري الحر، سلفيو كوستا، حملة دعم حمدين صباحي، شباب الجمعية الوطنية للتغيير، ائتلاف ثوار مصر، ائتلاف ثورة اللوتس، مجموعة لا للمحاكمات العسكرية، تحالف ضد العسكر والإخوان، حملة تحرير أسرى الثورة، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، الاشتراكيين الثوريين، اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، ائتلاف شباب الثورة، جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، ثوار بلا تيار، مؤسسة المرأة الجديدة، تحالف الثورة مستمرة في حلوان، ثورة الغضب الثانية، حركة مقاومة طلابية بجامعتي القاهرة وحلوان،
حركة تحرير الطلابية، طلاب حركة كفاية، حركة طلاب الحرية، ائتلاف شباب مصر الحرية، المجد للشهداء والنصر للشعب. شكرا.